كيلولو باندا مثل ما قلنا ممنوع بالليل واحد يروح للغابة القديمة، لأنه الغابة القديمة بيها شيء مرعب. أوكي على ذكر الشيء المرعب هذول الأخبولة، ولك دعبول ولك ما يلعب سلم صخم. أنا ما أدري بوين. والله أدري أدري. ولك دعبول أكسر هاي الحجارة على راسك. تعالوا لولو باندا تعالوا. أوكي لازم نلقى عبس بسرعة قبل لا يطلع داخل للغابة القديمة ويطلع للشيء المرعب اللي كانوا يحذرونا منه آبائنا وأمهاتنا اللي ما أدري وين. ولك عبسة ولك عبوسي عبسي حول لا قوة ال... ولك قاعد سوي مصخب. كم مرة قلت لك لا تفوت للغابة؟ ها مو قلنا ممنوع أحد يفوت للغابة عبسي؟ يلا قدامي قدامي للبيت. ولك حول ولا قوة إلا بالله والله العظيم هذا عبسي خباني. أوكي إذا أول شيء راح نسويه شباب راح نحط عبسي بمكان بحيث ما يدخل بيه للغابة. تذكروا ممنوع أحد يدخل للغابة بالليل إلا أكو شيء مرعب. تمام يلا لولو باندا باي باي. يلا روح للبيت باي باي. ولك ولك عبسي تعالوا يا الخبولة تعالوا تعالوا فوتوا للبيت احنا هذا بيتنا. يلا فوتوا حان وقت النوم لان راح يجي الليل. يلا ولك انت قاعد تعزف البيانو ولك اصعد لغرفتك. لا حول ولا قوة الا بالله. خلص تعال بابهم. يلا كل واحد يروح لغرفة عبوس ودعبول عافية. يلا عبسي اوكي حان الان وقت النوم لانه الليل راح يجي لازم شنو هاي. ولك عبسي ولك هاي مو غرفتك روح لغرفتك. ولك عبسي راح تكسر هذا على راسك. ولا قوة الا بالله. اوكي حان وقت النوم بس نجي هنا وننام هنا وننتظر الى ان يخلص الليل حتى نقعد ونلعب من جديد ويا الاصدقاء. ناري ناري شكرا لك شكرا دعبول شكرا دعبول شكرا. ولا قوة الا بالله. عبسي عبسي ما هو؟ ولك هو على مصخم عبسي دنيا ليل دنيا ليل. ولك بسرعة والله عبسي بس راح للغابة. لا ولك عبسي لمصخم الله طول عمرك ما وقعنا بالمشاكل. ما هو الباب مفتوح دعبول مو خوش شغله معناته عبسي صدق طلع وراح للغاب. والله عبسي ايش قد فضولي دعبول. روح صيح لولو باندا بسرعه لازم كنا نروح نبحث. ولك مو منا ولك مو منا ولك انا خلاص من ذاك الخبل تطلع للنوم. ولك منك روح صيح لولو باندا بسرعه لازم نلقى عبسي عبسي. ولك عبسي لمصخم قلت لك هاي الغابه فيها فتشي مرعب يقولون فتشي قديم كلش مرعب. اوكي بعدين نخلص من عبسي هذا شيء جيد ولكن عبسي المصخم. ولك يلا دعبول لولو باندا بسرعه لازم نطلع وندور على عبسي بهاي الغابه المرعبه. اصدقائي لولو باندا ودعبول حطيت على راسكم هاي الكشافات مال نور. اوكي استعدوا لازم نروح ونبحث عن صديقنا الخبل عبسي لازم نلقاه. هو خبل بس لازم نلقاه. اوكي انطلاق. اوكي اهم شيء انه احنا هاي الغابه يقولون انه بيها شيء مرعب. احنا ما ندري شنو هذا الشيء المرعب وصراحة أنا ما مصدق إنه أكو شيء مرعب هنا أصدقائي. شنو شيء مرعب وغابة وهاي والله كلها كذب. يعني من يصدق شكو؟ الهكس العملاق المرعب ولك هبوبو الهكس العملاق المرعب ورانا هبوبو. ولك هاي شنو هاي طلع الصدق. ولك عبسي المصخب ايش دخلك إلى الغابة؟ والله عبسي ما جايب لنا غاب المشاكل. هروب هروب يا أصدقاء هروب هروب. أوكي 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 دقيقة وخي ولك دعبول دقيقة لازم نلقى عبسي لأن هاي صحيح عملاقة ومرعبة. شفتوا شفتوا شو مرعبة بس هم عبسي صديقنا يعني خو ما نعرفه تاكله وتسويه كباب ولو عبسي خبل ويستاهل. بس تعالوا 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 لكم لازم نلقى عبسي ولكم لا حول ولا قوة إلا لكم اصدقائنا وبات. يلا تحركوا الى الامام. اوكي اوكي لازم نلقى بيتها لازم نعرف شنو هاي بالضبط وشلون صارت هيجي وليش هاي عملاقه وليش هاي خبله وليش عبس الخبل دخل الغابه بالليل ما ادري. ولكن تعالوا خلينا ننطلق خلينا نشوف عبسي اكلته هاي لو عبسي بعد عايش. اوكي دعبول لولو باندا المفروض انه منا طلعت لنا هاي الكس العملاقه الشريره. اوكي خلينا نشوف بيت ناري تجي تجي تخبط 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 صغبي ما حد يشوفك دير بالكم والله شكلها شريره كلش. هذا الظاهر البيت مالته بس هذا البيت كلش صغير عليها. وجد عبسي عبسي ولك عبوس المصخم ولك عبوس المصخم ولك جينا حتى ننقذك يا مصخم. ولك عبسي انت قاعد هنا انا ولك ايش قاعد تسوي؟ يبدو انه الكس العملاقه لزمت عبسي وحاصرته هنا وساجنته. ولك عبوسي عبوسي لا تخاف عبوسي هو اكو هنا لعبه صغير عجيب. عبوسي لا تخاف عبوسي راح نطلعك منها. اوكي اوكي عندي فكره عندي فكره لازم ننتظر للصبح. اوكي اول ما يصير الصبح نقدر نلقى طريقه حتى نفتح هاي البيبان ونطلع عبسي. اوكي اذا تخبوا تخبوا حاولوا انه نبقى للصبح ولا اشوف الكس العملاقه الشريره بعدها هنا موجوده اوه بعدها موجوده. اوكي تخبوا تخبوا يا اصدقاء خلونا نتخبى خلينا اتخبى هنا بعيد. اوكي اتخبى هنا اول ما يصير الصبح خلينا نشوف ايش راح يصير حتى نحاول انه نحرر عبسي. اجى الصبح وانا ودعبول ولولو باندا متجهين الى هذا البيت حتى ناخذ نحاول نلقى المفتاح حتى نطلع عبسي الاسطوره. يلا بسرعه بسرعه. هاي شنو هاي؟ منو هاي؟ ممكن تساعدينا؟ دقيقه ولكم بعد تهرب بسرعه تعالوا عقوه وتوقفي اوقفي يا معوده وتوقفي اوقفي والله احنا طيبين احنا طيبين والله ما راح نسوي لك شيء. احنا بس نريد مساعده حتى نحرر هذا صديقنا منك. هو هاي ايش بيها؟ ها؟ دقيقه تعالوا هاي ما ادري ايش بيها. هاي تقول
ان هي اللي احتزت صديق لعبسي. ليش هذا خبل؟ هذا من يحتزه؟ وهاي تقول ان هي بالليل تتحول الى أليكس عملاقة مرعبة، لانه اكو ساحر هنا خطف بيتها الصغيرة وحط عليها لعنة، وهاي اللعنة تخليها تخطف الناس بالليل، وبيتها الصغيرة خطفت وهاي اللعابة مالتها وهو خطية. اوكي بس ممكن تساعدينا انه نطلع هذا صديقنا الخبل منه؟ ولك واخر دعبول، نطلع هذا صديقنا الخبل منه انا واحنا نساعدك حتى تلاقين بنتك. اوكي بس ما اعتقد بعد يشتغل، هذا ما يشتغل لا حول ولا قوة الا بالله. طلعت خبلة أليكس الصغيرة. اوكي الحمد لله راح نطلع صديقنا عبسي. يلا عبوس يطلع، تعالوا باعوا. هاي كانت تعيش هنا بسلام هي وبتها، بس احنا لازم نسوي شيء. اوكي اكو ساحر حط عليها لعنة بالليل خليها تتحول الى عملاقة مرعبة. احنا راح نساعدك انا واصدقائي. اوكي لا تخافين راح نساعدك، اهم شيء هسه انه احنا حررنا صديقنا عبسي الاسطورة. عبسي الاسطورة. ولك شنو هاي؟ ولك انت بعدك قاعد بالسجن، ولك فتح لك الباب، ولك عبسي ده مصخم، ولك اطلع من هنا، ولك يلا. اذا اتجهنا انا والاصدقاء ورا أليكس، ويبدو انه أليكس جابتنا المقابر. الساحب اللي يبدو خطير جدا. هاي شنو هاي؟ أليكس متأكد هذا المكان امان؟ والله هذا المكان شكله مرعب. تعالوا لولو باندا دعبول، تعالوا امرنا. لا ولك هذا شنو المكان؟ يبدو انه هذا بيت الساحب اللي القى عليها اللعنه وخلاها تتحول بالليل الى أليكس العملاقه المرعبه اللي تخطف الناس. عم الساحر الله ما يجاوب. ولك عبس اقعد لا تصير خبل. عم الساحر انت ستار يا ربي شيني هذا. ولا اخوي هذا ساحر مرعب هذا. عم الساحر بيدك بحجايه خدمه بلا زحمه عليك، ممكن اكلمك شويه؟ عم الساحر احنا نريد ننقذ البنيه مالت أليكس ومستعدين نسوي اي شيء، شنو رايك؟ هذا خبل هذا. اوكي هذا يقول اتجهوا الى البوابه السحريه، اكو لعنه القيت علي، اذا رحتوا للبوابه وقتلتوا الوحش الموجود هناك وشلتوا اللعنه من علي راح ارجع بنت أليكس واشيل لعنه أليكس. اوكي بسيطه، من هناك البوابه. يقول لازم ثلاثه بس يربحون ما يصير اكثر. اوكي ماشي راح اروح انا وعبسي ودعبول حتى نقاتل هذا الوحش ونشيل اللعنه من عليك انت وهذا لسانك المرعب يا ستار يا ربي. اذا أليكس راح اروح انا وعبسي ودعبول الخبوله حتى نحاول انه نزيل هاي اللعنه من هذا الساحر حتى يرجع بنتك ويشيل هاي اللعنه اللي تخليك تتحولين الى شريره بالليل. عبسي ودعبول ايش قاعد تسوون؟ يلا خبوله يلا. اوكي دير بالكم ابقوا هنا انتم، دير بالكم. يلا عبسي ودعبول قدامنا مهمه خطيره، استعدوا راح انطلق وتعالوا ورايا. انطلاق للبوابه السريه. حبوسي دابول يبدو انه وصلنا لهذا المكان، المكان اللي لازم نخلص بيه من الوحش. باب هذا الوحش والله. ولك عبوسي دابول هذا الوحش خطير، دابول عبسي شفنا هذا، اذا شافنا راح يسوي لنا كباب. اوكي لازم نلقى خطه، هذا شلون راح نقضي عليه؟ هذا ما نقضي عليه بوكس. لازم خطه. والله شكله مرعب جدا. هناك شيء، هناك سلاح. عبوس تعبون هناك سلاح، تشوفوه؟ لا تشوفوه؟ هناك سلاح، يبدو ان هذا السلاح هو السلاح المستخدم حتى نقضي به على هذا الوحش، حتى نرفع لعنة الساحب. استعدوا، أول شيء راح أسويه راح أحاول أنه أجيب هذا السلاح. أوكي، الشغلة الثانية، اللي يشوفني، الشغلة الثانية عبسي، عبسي أبيك تركض منها سريع كلش حتى هذا الوحش ينشغل بيك وأنا بعد أجيب السلاح. أوكي، 3، 2، 1، انطلق. يلا عبسي وين رايح مسخم؟ تعال لازم تبدا بتنفيذ الخطه. يلا ولك اركض حاول انه تلهيه. يلا عبسي مسخم بروح اركض لازم اجيب هذا السلاح بسرعه. دعبول واخر الطبقه غير مكان وهذا الوحش خويا تسودن والله بحبه. عبسي يلا بسرعه دعبول ولك وينك دعبول بسرعه تعال نجيب هذا السلاح بسرعه. والله يطلع هذا السلاح صراحه بركض. ولك هذا شنو هذا؟ سلاح الجبنه. ولك يا وحش النوب. وانا عبسي مات. لا والله بعده يا وحش النوب تعال يا قتلته شباب والله قتلته وما صار شيء اكون انا وقع. هذا الترياق لازم نطيل الساحر. اوكي اذا المهمه الاولى تمت بنجاح. يلا خلونا نرجع. يلا عبوسي دعبول وصلنا تعالوا بسرعه تعالوا. اهم شيء هسه انه نوصل هذا المدري شنو هو البوشن او الترياق الى هذا الساحر اللي راح تنشال منه اللعنه واللي المفروض انه راح يرجع البنت الصغيره بنت أليكس. صراحه الموضوع صار معقد كلش مو ادري، ولكن لازم نساعدها شباب لان هاي بنتها مخطوفه. بس يبدو انه دنيا ليل ولولو باندا ما ادري وين، والله ما ادري. بس تعالوا يا ساحر النوب. ولك وقف خلينا نصيحه. يا ساحر النوب احنا ليش نصيح لانه بس يجي يقلبنا ضفادع. ساحر تعال يا ساحر تعال جبنا لك التبياق
تفضل اخذ الترياق يا ساحر. انت لا 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 اخويا طلع الساحر. اوه وهدي سمن. هاي البنية الصغيرة بنت اليكس. شكرا يا ساحر شكرا. هاي بنت اليكس، هاي بنت اليكس، احنا اصدقاء اليكس امك وجينا حتى ننقذك، لا تخافين. يلا تعالي تعالي بسرعة بحنوديش لامك. يلا يلا انطلقوا من هالبيت. مو عفية عفية والله وابع عبسي. خلنا ننطلق نودي هاي الاليكس، والمفروض انه هيك راح تنشال اللي عليه، والاليكس ما راح تصير شريرة، والمفروض انه الموضوع تمام. بس انا قلقان. وين لولو؟ يلا ابوس ودابول وبسرعة ويا البنوتة الصغيرة تعالوا خلنا نروح. اليكس اليكس وين انتي؟ هاي بنتي جبناها الحمد لله انقذناها. ابوس وين رايح؟ اكو شي هنا؟ لولو باندا دسون هنا بالسجن. نفتح الباب. ماكو مفتاح. لولو باندا اليكس تحولت الى اليكس عملاقه شريره. اليكس العملاقه الشريره. دقيقه احنا ليش نهرب؟ اليكس العملاقه وين انت ضباب؟ هواي متى اشوف اليكس؟ رجعنا بنتك الصغيره. هاي يبدو انها ما مهتمه. دقيقه لا تسالت مقدور السريع. متى اشوفكم؟ لين اكو ضباب. يبدو انه اكو ضباب. عبوس يدعمون انتظروني. اليكس العملاقه ما ادري وين. يبدو انه قاعد تلحق ورانا. بس مستحيل، احنا المفروض انه كسرنا اللعنه. هاي اليكس العملاقه ليش ما عادت تلحق ورانا؟ والله ما ادري. هاي بنتك يا معود. هاي بنتك والله شباب. هذا ما ادري صار والله. الوضع صار مرعب جدا. يبدو انه هاي بعدها الشبيبه بدت تلحق ورانا. ماكو حل غير ان احنا نروح نشوف الساحره. هاي الساحره وين اليكس؟ بعدها تلحق ورانا لو لا؟ المشكله انه ضباب هنا. انا كل شيء ما ادري اشوف. عبوس دعبول تعالوا جيبوا البنيه وتعالوا ورايا بسرعه. عبوسي دعبول يبدو انه ضيعت عبسي ودعبول بالضباب. مو خوش شغله. لازم اروح على هذا الساحره والساحره وهذا ما ادري الساحره واقول لها هاي اللعنه ليش ما انشالت. لازم اروح بسرعه وننقذ اليكس خطيه. واخيرا وصلت المكان مال هذا الساحر او الساحره المصخم. ولك يا ساحر يا ساحر تعال. اليكس معنا عملاق وشبيه بس سوينا احنا العدو لك. تعال يا مصخم تعال يا ساحر. ولك يا ساحر ويا ساحره تعال. يبدو انه الساحره جات. يا ساحره تعالي بسرعه تعالي. انا مو شلت اللعنه مالتي ورجعتي. شو سويت الساحره؟ هاي اليكس بعدها عملاقه واخذت لولو باندا. شو اسوي؟ ها؟ لازم استخدم السيف هذا اللي لقيته هناك واجرب. تبديني اقتل اليكس العملاقه وراها راح ترجع طيبه؟ متاكده؟ ما ادري هذا الموضوع شكله. وين راحت؟ يا ستار يا رب اخوي هاي صدق ساحره طلعت. هذا الموضوع شكله غريب. هل استخدم هذا السيف حتى اقتلها؟ بس خاف اقتلها وبعد ما ترجع مره ثانيه. لا حول ولا قوه الا بالله. ما ادري بس ما عندي غير حل. خل اروح اشوف عبسي ودعبول وباندا الصغار. ولك عباس دعبول مسخ وين انت؟ وين؟ اليكس العملاق بعد هناك. وين عبسي دعبول؟ تنانه. ولك عبوس ودعبول رحت لهاي الساحره. بس هاي الساحره قالت لازم استخدم هذا السيف. يمكن تريدني اقتلها اليكس العملاقه. بس انا اعتقد مو هيك لازم يعني نحررها من اللعنه. اعتقد لازم هاي البنت الصغيرة تحكي وياها شوية وتقول لها انه يعني لازم تقنعيها اني ادزل هاي اللعنة. اوكي لان انا ما اعتقد لازم استخدم هذا السيف لان السيف كلش قوي. اوكي تعالي تعالي لا تخافين تعالي. انا متاكد ان هاي الخطة ان شاء الله راح تنجح. اذا ما نجحت راح نقتل عبسي. تعالي 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 بسرعة تعالي تعالي. اليكس العملاقة لا تقتلينا لا تقتلينا لا تقتلينا. باعي هاي منو؟ هاي بنتك اللي كانت مفقودة. كنتوا تعيشون وسويها بسعادة. بس هاي الساحرة الظاهر اني حولتكم وما ادري سويت لكم. الله يخليش. لازم تقاومين اللعنة. لازم تقاومين اللعنة وتبج. يبدو انه الخطة اشتغلت. يبدو انه الخطة اشتغلت. اليكس العملاقة الشريرة تحولت ورجعت تقريبا الى اليكس طيبة والدنيا ليل. جيد يبدو انه اللعنة انشالت. حان الوقت حتى نروح نحارب لولو باندا. تعالوا بسرعة تعالوا. لازم نروح نحارب لولو باندا لانه لولو باندا صار لهم 10 ساعات بالسجن. تعالوا لازم نحاربهم. يلا يلا يا اصدقاء تعالوا وراي. تعالوا خلينا نشوف لولو باندا. لولو باندا لولو باندا اليكس العملاقة اخيرا. شنو هاي؟ وين لولو باندا؟ لولو باندا ما موجودين هنا. يبدو انه اكو واحد خطفهم ويبدو انه انا اعرف من الخطف لولو باندا. بسرعة يا اصدقاء تقدموا الى بيت الساحر. لولو باندا يا ساحرة الشريرة. من البداية والله كنت اعرف ان انت شريرة ما كان لازم اثق بيك. ولكن يبدو انه ضحكتي علينا وخليتينا نروح نسوي كل اعمالك الشريرة وبالنهاية تبدينا نتخلص من هاي اليكس الطيبة. بس انا عندي هذا السيف نسيتي. راح استخدمه حتى اقضي عليك وعلى شرك. احنا رجعنا اليكس وهسه راح نقضي عليك ونحرم لولو باندا.
العصابة يبدو أنه الساعة تحولت إلى تنين. هرب هرب أخوان، يبدو أن هذا السيف مالتي ما راح يشتغل ويا هذا التنين أخوان. هرب 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 بسرعة، لا تخلوها تشوفنا، لا تخلوها تشوفنا. والله الوضع صار صعب، كل شيء يبدو أنه تحولت إلى تنين. هاي شبعان سخم، ولك عبسي وخر وجهك من وجهه، ولك بعد موت عبسي. عبسي عبسي ابعد عبول، شبعان نسوي شباب؟ والله ما أدري، ولكن هاي قاعد تدور علينا. دير بالكم دير بالكم، تخبوا تخبوا، قاعد تدور علينا. والله الشبيبة طلعت قوية جدا، من البداية كان المفروض نعرف إن هي شريرة. بس ايش ما تسوي؟ أليكس، يبدو انه أليكس تبي تتحول الى أليكس العملاقة وتقاتلها. متأكدة ان انت ما بعد كتلينا؟ والله ما ادري، ولكن يبدو انه راح تحاول تتحول الى أليكس العملاقة وتساعدنا. اوكي دار مالكم، لا تبع أليكس، كنا حبس دعم اقول ارجعوا ارجعوا أليكس، أليكس انت ويانا مو؟ اوكي يبدو انه أليكس العملاقة ويانا اخيرا قدرت تسيطر. يلا أليكس، دير بالكم هاي الساحرة الشريرة تحولت الى تنين كبير جدا، ويبدو انها قوية جدا. والله هاي الساحرة كان المفروض من البداية نعرف ان هي شريرة، ولكن احنا ظاهر ان احنا نوبات. يلا أليكس اضرب بيها، اضرب بيها وتخلص منها، لازم نحرر لولو باندا. اضرب بيها أليكس، والله أليكس كفو، يبدو انه أليكس مسيطرة. أليكس العملاقة انطلقي واضرب بيها، اضرب. اوه يبدو انه قاعد تهرب. أليكس أليكس كفو كفو، والله كفو. يلا اقضي عليها. اوه انفجرت انفجرت وقضت عليها. أليكس 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 قضيت عليها. شنو أليكس أليكس قومي، أليكس قومي، قضيتي على هاي الساحرة، راح ترجعين تعيشين مع بنتك بسلام. شباب يبدو انه أليكس ما قاعد تتحرك. أليكس يبدو انه أليكس ضحت بنفسها على مود.